السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة روحانية لمواليد برج الحوت. صلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. مواليد برج الحوت، شايف عندك بشرة وفرحة كبيرة، عندك بشرة ديالك وخبر راح يأتيك من مكالمة هاتف أو رسالة. عندك لديك شخص هنا بيحبك، هذا الشخص بيحبك يعني وعمال يراقبك، عندك مراقبة، بس العيون مش سايباك في حالك، العيون مش سايباك في حالك، محسود من أقرب الناس ليك. عندك قلق اتجاه أحد من أفراد أهلك، اطمئن سينتهي هذا القلق قريبا. هو عنده مرض أو تعبان في حالة نفسية أو عنده مرض راح ينتهي بإذن الله تعالى. بقول لك الأزمات المادية، أنا شايف إن الأزمات المادية ملاحقاك خلال الفترة دي، وأنا شايفك يعني بتعاني بكثير المسؤوليات اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم. شايفك أنت مستحمل هموم، مش كد يعني مستحمل حالات كثيرة مش كدك، ومجبر انك تقدر يعني ومجبر انك تستحمل على قد ما تقدر. عندك تنازلات علشان المركب تمشي وتسير، راح تتنازل عن حاجات علشان المركب تمشي وتسير. شايف هنا اشخاص بتعمل انها بتحبك، الاشخاص دي يعني ماشية او بتعمل عليك انها بتحبك، الاشخاص دي بس بتضرب من تحت لتحت. خلي بالك وكن حريص، خلي بالك، احذر من الخدع من شخص مقرب منك، علشان الشخص ده يعني خداع او مغادر. انا اقول لك احذر من الخدع من الشخص المقرب منك ده عشان هو قريب عنك، وكأن الخدعة دي عبارة يعني عن اتفاق او متفق معاه عن حاجه، او في اتفاق ما بينكم وراح يغير الاتفاق او يضحك عليك او يخدعك. انا شايف انه بيضحك في ظهرك وعايز يلغي الاتفاق اللي ما بينك وما بينه وهيخدعك. شايفك هنا؟ شايف ما بينك وما بين شخص في كلام، ما بينك وما بين شخص في كلام او اتفاق، شايف في يعني هيكون في تواصل ما بينك وما بين شخص عزيز على قلبك، حصل ما بينك وما بينه انفصال او مشاكل او حاجه. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف هنا؟ يعني شايف اهتمامك الزايد بالاشخاص اللي حواليك وتنازلاتك في كثير امور مش مخليك مرتاح من جواك. شايف هنا بيدعوك للعزلة الفترة دي، خصوصا اني شايفك هنا قلبك تعبان وعقلك مشغول وبتفكر كثير. شايفك هنا بتسدد ديون عليك عن قريب، بتسدد ديون عليك راح تسد، وعن قريب الديون راح تتسدد باذن الله. بس حاول يعني ما تقعش في ديون كثيره، ما تقعش في ديون تاني اكبر منها، ما تقعش. شايف عندك ريسك، شايف هنا من بعد ما كان يعني قليل هيردع يزداد شخص هنا تاني هيكون كويس وهيديك ريسك برضه، دايلك من وراه ريسك. شايفك هنا هتردع ما هتكونش كويس، هتقعد مع شخص وهتردع ما هتكونش كويس مع يعني معاه، وده بسبب تصرفاته معاك. شخص هنا بيدخل حياتك، الشخص ده بيدخل حياتك، بس دخول الشخص مش هيغير جواك مشاعر، قد يعني ما يخرجك من طاقتك السلبية. وشايف هنا أشخاص موجودة في حياتك يعني هتكرر بين يعني يوم وليلة تنسحب من علاقة انت متواجد فيها. رب العالمين كتب لك الفرحة خلال الفترة اللي جاية، شخص هنا هيكون يعني موجود، الشخص ده هيكون موجود في حياتك، ففي يعني شايف في كذبة مخبيها عليك، شايف الكذبة دي مخبيها عليك، ولكن هتكشفها، انت راح تكشفها وهتكرر ترفع يعني سيفك عليها،
هتكرر ترفع سيفك عاليا. بقول ليك عندك هنا ارهاق الفترة دي كتير، عندك ارهاق الفترة دي كتير، وعندك شخص هنا خطواته ليك بطيئة في كل شيء، خطواته ليك بطيئة في كل شيء. شايف هنا هتختلف مع شخص في الكلام وهتردع تأنب نفسك، هتختلف مع شخص في الكلام وهتردع تأنب نفسك. وفي عندك هنا انتقال من مكان لمكان، شايفك هنا الانتقال، هتنتقل من مكان لمكان، بتحضر مناسبات، شايفك عندك مناسبات خلال الفترة اللي جاية. وحذاري الفترة دي من شخص، يعني شايف هنا الشخص ده دياناته مختلفة عن دياناتك، الشخص ده دياناته مختلفة عن دياناتك. بقول ليك هنا شايف اتنين اوقات بيجي لك سفر، هنا بيدي لك سفر، بتقضي يعني فيهم وقت جميل، بس رب العالمين هينصرك على مين يعاديك، رب العالمين هينصرك على مين يعاديك. عندك نصرة جميلة، عندك نصرة كويسة. صلى على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شايف هنا شخص هيفاجئك بكلام بيتقال في ظهرك، الشخص ده راح يفاجئك بكلام والكلام بيتقال في ظهرك. اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شايف هنا ما كنتش متوقع، أنت ما كنتش متوقع تسمع، ما كنتش متوقع تسمع، وصاحبه هنا بتاع يعني بتتغير عليك فجأة. احذر من وجع في المعدة الفترة دي، وخلي عندك يقين ان رب العالمين هيقف جنبك، ولو فين ما تروح التجسس عليك والعيون يعني الوحشة مركزة معاك، الناس بتتدسس عليك وفي عيون وحشة مركزة معاك، خلي بالك خلي بالك. في بلوك، البلوك بيحصل بينك يعني وما بين شخص، البلوك ده بيحصل بينك وما بين شخص، شايفك هنا وبتعاند على عدم يعني فقة شخص، يعني شايف في شخص هنا يعني راجع من الماضي، في شخص رجع لك من الماضي وانت بتعاند مش عايز يعني تكمل، او في عناد بتعاند ما بينك وما بينه. بس هنا بقول لك للأسف احنا هنا بقينا في زمن انعدم منه الضمير، وانت صعبان عليك نفسك بسبب التعامل مع الاشخاص معاك، يعني دول بيتعاملوا معاك بطريقة فيها نوع من يعني نوع مش كويس، يعني نوع من الحداية او الحدية. بقول لك هنا احذر من الغيرة، لان الغيرة هتولد معاك مشاكل خلال الفترة اللي جاية، هتولد معاك مشاكل خلال الفترة اللي جاية، فاحذر من الغيرة. الحاجة هنا عندك هنا أشخاص هتتهمك في بعض السلوك، في بعض السلوك اللي هتتعبك، وكمان يعني اتهامهم ليك بالحقد، داخلين يعني هنا بالحقد. بإذن من رب العالمين هتنتصر على بعض هذا الأشخاص اللي حواليك، نيتهم ليك مش حلوة، نيتهم مش كويسة. الفترة اللي جاية هتتعامل هنا مع شخص ليه يعني قيمته ومكانته، الصبر هيكون حليفك الفترة اللي جاية، الصبر هيكون حليفك الفترة اللي جاية. شايف هنا شخص هتتجاهله في كتير مواقف، وده هيولد نوع من الغيرة. الرزق جاي لك بعد مسافات قريبة، وفي عندك طريق السفر عن قريب، قلبك هنا بيفرح بخبر على كذب، يعني على حد يعني الخبر ده مقرب، على حد مقرب منك وعن قريب، بتحضر مناسبة أو فرح أو خطوبة. في عندك هنا إنسانة، الإنسانة دي احذر منها ومن تصرفاتها،
احذر من تصرفاتها معاك الفترة اللي جاية. المتزوجين اسمع، يعني ما تعاملت بذكاء مع الشريك فممكن تخسروا بعض. والرجل برضو شايفين حيرة ما بين شخصين، ومش هتكون عارف قلبك يختار ولا عقلك يكرر. طاقتك هنا ولكن جواك الأمل مفتوح، وكأنك بتطلب من رب العالمين الهدوء والاستقرار، الهدوء والاستقرار في حياتك. شخص بيفتن عليك بالكلام، في شخصنا بيفتن عليك بالكلام، ولكن فتنته هتوصل ليك ومش هتعرف تعمل مع يعني معاه حدوتة أو حاجة. بقول لك هنا التغير جاي لك قدام، وأنا شايف إن هنا من بعد أيام قلبك يعني هيفرح في كتير أمور هتفرحك. في حكم محكمة، في حكم محكمة، أنت قلقان، شايفك قلقان على حكم محكمة، هيكون بشرة خير ليك، في بشرة خير ليك. على قد ما تعرضت للطعنات رب العالمين هيقف في جنبك، لأنك تعرضت على طعنات كتيرة وتأذيات كتير، حصلت معاك ضغوطات كتيرة واستحملت واستحملت. شايف هنا انت في مرحلة تغير، بمعنى أشخاص هتخرجهم برا حياتك وأشخاص هيخرجوك برا حياتهم. انت تعبت كتير ومريت بظروف كانت قاسية، ولكن اتحملتها لوحدك. في اتفاق او هنا ما بينك وما بين حد، ان شاء الله يتم على خير. شايفك هنا بتتقن شيء بدقة، بتتقن شيء بدقة، وهيكون فيه شكر وتقدير ليك. حاول هنا تلم بعض المشاكل، حاول تلم بعض المشاكل اللي متعلقة من فترة في حياتك، وعندك نصرات كتيرة جيالك من رب العالمين، وكأن شايف عندك هنا شخص يعني هيتحصر عليك من قلبه بسبب مواقف حظك فيه. شايف عندك هنا، اللهم صل على النبي على أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين. ديالك الفرحة، جيالك الفرحة. شخص هنا من يعني الشخص ده بيتعرض لوعكة صحية، في شخص عزيز على قلبك يعني، أو قريبك، والدك أو والدك أو حد قريب متعرض لوعكة صحية، إن شاء الله يقوم بسلامة منه. حواليك أشخاص هنا بتغير منك، بس يعني مش بتوصل لك غيرتهم. بقول لك هنا، شايفك هنا بتحاول تبعد عن الأشخاص المزعجة أو الأشخاص اللي بتسبب ليك يعني في إرهاق نفسي. شايف أقول لك هنا، شخص من العائلة هيكون في بينك وما بينه كلام، الشخص ده هيكون في بينك وما بينه كلام من العائلة، هيقلب للخناقة، هيقلب للخناقة ما بينكم. شخص هنا بيلجأ ليك في مشكلة تخصه، ولكن انت بترفض مساعدته. ليه؟ لانك عارف انه مش بيكبر لحد او بيكبر حد هذا الشخص، فانت هكذا هترفض مساعدته. شايفك هنا الماديات الفترة دي يعني فيها توتر، وانت مصاريفك اكتر من داخلك. شايفك بتدري وراء الزمن، بس انت شايف الزمن مش مدي ليك حقك. بقول لك احذر من حبايب يقلبوا معاك بأعداء، واحذر من اتنين يتحدوا عليك بس ربنا بينصرك عليهم. بقول ليك هنا ما يعني ما تحاولش تقف ضد الحبيب او تعاند معاه الفترة دي، لانها فترة مش هتكون في مصلحتك. عندك مصلحة حكومية بتخلصها ومناسبة حلوة بتفرح به، شايفك هنا بتلم الحبايب، بس في واحدة ست غيرتها عليك هتكون عاملة ليك مشاكل، ورب العالمين هيخردك من مرحلة تعب انت هتتعرض لها.
ابعد عني هنا عن الخوف واليأس، وبص لحياتك واكل عيشك، اطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها، اطلع من الحزن، اطلع من الهم والحزن اللي جواك. قلبك شايفك هنا، قلبك مش بتعبر به لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين ان يزيح عنك. في اشخاص انت هنا بتقف معاهم في ازماتهم وهم دايما مكرين. شخص هيجي لك لحد عندك، عشان الشخص ده هيجي لك لحدك عندك عشان يعتذر منك. الشخص ده هيجي لك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كثيرة صدرت منه، ولما قعد بينه وما بين نفسه غلط نفسه، فهيدي لك يعتذر منك هذا الشخص. شايف هنا أشخاص كثيرة يعني غلطت، فهل أنت تقبل الاعتذار أم ترفض؟ هذا هيكون اختيارك أنت. إن أشخاص غلطت فيك كثير وأذتك كثير، فهل أنت هتقبل اعتذارهم أم هترفض؟ الاختيار ليك أنت. شايفنا اللهم صل على الحبيب، إنسانة أفعالها حمقاء، أفعالها مش كويسة معاك، وكأن أفعالها بتزداد يوم بعد يوم، هتبعد عنها وهترفض معاها أي حديث مرة تانية. بقول لك اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، اطلب من رب العالمين الحاجة اللي انت عايزها، لأن رب العالمين الوحيد اللي هيحقق أمنياتك. حاول تعزز علاقاتك مع الأشخاص الفترة اللي جاية. بقول لك عندك هنا مكانة حلوة هتوصلها وهتوصل ليها. في شيء هنا عندك، في عندك نقلة، في نقلة بتفكر يعني فيها هنا عن قريب. في مشكلة بس عندك في عتبة البيت، وكأن المشكلة دي يعني بتكبرها، المشكلة دي انت بتكبرها علشان تعزل تعزل. شايفك انها تسمع على حد هنا، وكأن شايفك انها تدخل في تعب صحي. في حد يدفع لك فلوس على دكتور، شخص انت يعني له مكانة جوا قلبك. حاول يعني بس في شخص هنا حاول تنزل مكانته من قلبك، لان هيجي الوقت اللي هتكتشف يعني لان مش هينفعك ولا تنفعه. بس احذر من تعابين، احذر من التعابين اللي حواليك. في واحدة ست، الاولى واحدة ست بتحاول توقعك في غلطاتك، والثاني راجل، والثاني راجل عيونه زايغة وعايز يستغلك. في شخص هنا جاي لكم من مكان بعيد، الشخص ده من مكان بعيد جاي لكم، بس بعد ما يجي لكم بياخذ معاه حادة، بياخذ معاه حادة خير منكم وهو ماشي. الشخص ده شخص هنا بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا، في ورقة حكومية بتخلص على خير، بتمسك مبلغ مادي، شايفك بتمسك مبلغ مادي وبتفرح بيه، مبلغ مادي دايلك وفرحان بيه. بس خلي بالك هنا، عشان في أشخاص يعني بتحاول تهد من طموحاتك وتفشلك في حياتك، ودي نتيجة من الغيرة. بقول لك هنا حاول ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. عندك شخص هنا هيكسر الشخص ده بخاطرك بسبب يعني كلامه المزعج، وعندك شخص هنا الشخص ده من عتبة العيلة هيكون يعني مزعج ليك برضه، مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول ليك انت يعني تعبت كتير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بالنسبة ليك. شخص انت يعني سامحته كتير
وأكتر من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل علشان تسامحه مرة كمان. احذر من الحب، احذر من الحب خلال الفترة دي بمعنى أدق، وحاول تعرف فين اللي بيحبك وفين ومين وعايز في حياته. خليك اعرف الصح من الغلط وفكر قبل ما تاخذ قرار، ويعرف الشخص المناسب ليك والشخص اللي بيحبك وبيعزك واللي هيكون في حياتك. سيبك من الشخص اللي كلامه كتير وكلامه بيضحك عليك، خليك في الشخص اللي بص لمستقبلك وبص للشخص المناسب ليك الصح. صلى على الحبيب المصطفى ويدعم الفيديو باللايك احبابنا في الله. بسم الله الكاشف. شايف هنا؟ هترزق بمبلغ مادي هتفرح بيه، وعندك شخص هنا قلبك، يعني الشخص ده قلبك هيكون واكلك من طريقة تصرفاته معاك، انه شايفك هنا يعني بتحاول تنغلق الفترة دي على نفسك، يعني شايفك هنا منتظر شخص يرجع لك، انت منتظره يردع لك الشخص ده بطريقة ندم، عايز يردع لك بطريقة ندم انه ندمان، وكأنه هنا مهم حاولت تصفي منه، لان انا شايفك هنا لان انتقامك اقوى من قلبك، بس عندك الحب الكبير ليه. شايف انسان هنا بتتدسس عليك، الانسان دي بتتدسس عليك في كل مكان، وكأنها يعني مش رايدة ليك الخير. عندك شخص او اشخاص برضو بيحسدوك على النعمة، بيحسدوك على فرحتك، بيحسدوك على انبساطك، بيحسدوك على اي حاجة حواليك هنا مش كويسين. بس عندك هنا قرار هتاخذه في الشغل. شايفك هنا بتتوجه مع شخصين، بس خلي بالك من المواجهة لانها هيكون فيها حراج ليك، احذر. في عندك هنا مشكلة مع شخصين هتنحل، المشكلة دي راح تنحل على خير بإذن الله تعالى. شايفك هنا انت يعني محتاج العزلة الفترة دي، مش العزلة انك تقفل على روحك او تقعد مع نفسك، العزلة يعني بعيد عن الناس دي شوية، لأن الناس دي حاسداك وتعباك، محط مع حياتك وحتى محط مع أفكارك الأشخاص والناس دي اللي حواليك. أنت يعني تعبت كتير ومريت بظروف كانت أقوى منك. في عندك خيار هنا، في عندك خيار ما بين يعني فرصتين، وهتكون متردد أيهما تختار، ولكن هتتنازل على اختيار وهتوافق على اختيار الثاني. ما تحاولش الفترة دي تدي يعني ثقتك الزايدة عن اللزوم في أشخاص حواليك، لأن عندك هنا الخزلان موجود. عندك تغير وظيفة الفترة اللي جاية، وده نتيجة زيادة المسؤوليات عندك. علاقتك مع الحبيب محتاجة وقت تفكير حتى تقيم علاقتك بيه. شايفك هنا؟ عندك تحرر، هتحرر نفسك من الأشخاص السلبية اللي عليك أو من السلبيات اللي عليك، هتحرر نفسك الفترة دي خلال الفترة دي. عندك هنا شخص هيكون يعني وفي معاك يعني مخلص ليك. عندك مشكلة أنت بتكبر بينك وما بين شخص، المشكلة دي تكبر ما بينك وما بين شخص، خلي بالك. نفسيتك الفترة دي هتكون يعني مش مظبوطة، وعندك خروج من أزمات حواليك، عندك خروج من الأزمات اللي حواليك، عندك مشكلتين مع شخصين مختلفين، وفي عندك هنا عودة لشخص من الماضي، عندك عودة في حد هنا بيعرض عليك علاقة أو حب أو حاجة زي كده. شايف هنا شخص هنا بيسرق من قلبك اللقمة، بيسرق منك فرحتك، بيسرق منك سعادتك وبيكذب عليك. الشخص ده كذاب
وبيكذب عليك. خلي بالك وكون حريص من الشخص اللي بيحبك، من الشخص اللي مش بيحبك، من الشخص اللي بيتمنى لك الخير، من الشخص اللي بيكرهك. حرص وكون حريص. في قرار هنا هتاخده، القرار ده هيغير حاجات كتيرة في حياتك، راح يغير حاجات كتيرة عندك. عندك براءة من تهمة موجهة ليك، في براءة من تهمة. عندكم هنا زواج للبعض منكم، في زواج، وشايف البعض الآخر هيدخل في قصة حب جديدة. زواج المنفصلين أو لسه ما زودوش، شايف زواج جديد ومنكم دخل في قصة حب. في شخص هنا، يعني الشخص ده هو سبب معاناتك، يعني غدر، أنا شايفه غدر بيك وانت مشيت في طريق، يعني طريق لوحدك، وسابك في نص الطريق، سابك هنا وانت مشيت كملت طريقك لوحدك، وصلت وعديت، عديت مع انك تعبت، لكن وصلت للي انت عايزه وخرجت من المعاناة دي وقفلت بابها. البعض هنا راح تتلاقى بشخص يعني هيكون كويس، بس خلي بالك من المنافقين اللي حواليك، بيتمنوا خراب بيتك ويحتفظ لأسرارك. خلي بالك في واحدة عاملة لك سحر، سحر هو سبب الانفصال وسبب التعطيل والضيقة والخنقة اللي بتديلك، اللي بتتنرفز بقى بتفه الأمور، مش مستحمل حد، التعب أسفل الظهر، الصداع، الأحلام، أحلام الحيوانات، هو أثر السحر. خلي بالك، خلي بالك من الأشخاص دي، واحتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك. في هدية، هدية يعني في هدية ليك، هدية كويسة. وللبعض هنا أراك في موعد غرامي مفاجئ خلال يعني أيام مع شخص أنت بتحبه، بتحس بالسعادة معاه. بس أنا شايف هنا في شخص يعني جديد، الشخص ده مشاعره واتجاهه غريبة، شايفك هنا؟ للمنفصلين هنا في فرحة من شخص يعني كويس، لأن شايفك في فرحة في أرض بيتكم، شايف في فرحة في أرض بيتكم، فرحانين، زواج جديد بإذن الله تعالى. للمنفصلين أو المبتعدين في رجوع، في رجوع زواج مرة ثانية. أبشر، عندك تدخل إلهي من فوق سبع سماوات لحل مشكلة كبيرة معاك. المشكلة دي راح تنحل، هي سبب ألمك وحزنك وتعبك. هناك مساعدة في خروج من أزمة وسداد دين معلق يعني منذ فترة، راح تسد. عندك تيسر أمور وقضاء حاجات وتوفيق في العمل ونجاحات واستقبال بشرات متتالية بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أحبابي في الله فضلا وليس أمرا يدعموا الفيديو باللايك وينزلوا في التعليقات يصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كنت بتعاني من السحر أو مس أو تعطيل داخل القناة، كل الإعلانات أو الرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا، واللي حابب نعمل لهم فيديوهات لعلاج السحر، إن كنتوا حابين أعمل لكم فيديو اكتبوا فيها التعليقات عايزين لعلاج السحر، وأنا إن شاء الله أعمل لكم فيديو لو عايزين لعلاج السحر بإذن الله تعالى، أو علاج المس أو علاج الحسد. شوفوا أنتوا عايزين أنهي علاج وأعمله ليكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.